نائب رئيس لجنة الأزمة ببلدية سوق الجمعة. السلام عليكم سيد أسامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك سيد أسامة. يعني لو أيضا نحتاج إلى معرفة أوضاع النازحين ببلدية سوق الجمعة، وكم أعدادهم، ما هي احتياجاتهم، كيف تعاملت لجنة الأزمة في بلدية سوق الجمعة مع هذه مع أزمة النازحين؟ أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. بالنسبة للأخوة الحين يقولوا إيش نازحين، يقولوا ضيوف بلدية سوق الجمعة. نعم. يختار البلدية أن يكونوا قاطنين بها. تعاملت البلدية سوق الجمعة في علاقات أن وفرت مبلغ لتجهيز لتوفير المواد الغذائية الأساسية. ومن ناحية التسكين فتم استضافتهم في رياض أطفال في مدرسة خاصة، يعني عدد الأماكن للتسكين حدود 7 مواقع تسكن فيهم. من ناحية توفير المواد الغذائية في شركات دعمونا وناس مواطنين متبرعين، والبلدية ومكتب الشؤون الاجتماعية موفر في سلات غذائية ووجبة إفطار غذائية من وزارة الشؤون الاجتماعية يتم توزيعها على القاطنين من داخل الإيواء فقط. بلدية سوق الجمعة وفرت لكم بعض الحاجيات أو قدمت لكم دعم عن طريق لجنة مقدم من لجنة الطوارئ التابعة لحكومة الوفاق؟ لا لا، بالنسبة لنا احنا ما وصلناش أي دعم من أي جهة، لكن بلدية سوق الجمعة العميد ومجلس البلدي هم اللي بعلاقات شخصية وفروا مبلغ، واحنا وفرنا شرينا به المواد الغذائية، وتم تشكيل سلة غذائية لمدة أسبوع وتم توزيعها للساكنين عندنا في البلد. طيب قبل يعني من ناحية حصر أعداد الأسر النازحة لبلدية سوق الجمعة، هل قمتم بحصر هذه الأعداد؟ هل هناك إحصائية وأعداد متوفرة؟ عندنا عن الأعداد اللي تم تسجيلها عندنا احنا حاليا 2600 عائلة. نعم. السلات الغذائيه اللي تم توزيعها 1860 سله. والعمل ما زال مستمر. كل هذه الخدمات نتيجه متبرعين ليست متبرعين ومن البلديه، وفي عندنا جهات دعمتنا احنا بمبالغ من هذه. نعم. مصرف الجمهوريه بارك الله فيهم. نعم. وفي ما عندنا في شركه القابله للاتصالات المعلوماتيه حتى ما اعطونا بضاعه، وعلى الخير ما ننسوهمش حتى ما دعموا. طيب الوضع. طيب 2600 عائله الان كيف يعني، هل تقول هم يسكنون الان ويقطنون رياض الاطفال وبعض يعني كيف؟ لا مش 2600 نحكي لك، اللي عندنا احنا عندنا 32 عائله ساكنين في رياض الاطفال. نعم. والباقي كل عند اقاربهم ومداويهم. احنا اللي شغلنا احنا في بلديه سوق الجمعه الشخص المصري اللي يجي احنا هنا نعتبره ضيفنا هنا يتوجه لمختار محله يتم توثيقه بإفادة إقامة عند من يساكن. نعم. ورقم الهاتف على المستضيف ويجيب لنا الإفادة هذه والكتيب العائلة أو الوضع العائلي الموجود، ويتعبوا له استبيان خاص بهم هم، وتم توثيقه في منظومة عندنا احنا. ايوه. نعم. وآلية التوزيع تكون كل فترة كل مرة حسب توفر البضاعة والموجود، احنا نوزع بالموجود. واليومين اللي فاتوا كنت تضخم تاع بلد جنزور، احنا كنا عقد اجتماع بصدد تجهيز منظومه موحده على مستوى بلديات الطوق 7. نعم. اساسا لتفادي لعدم تكرار الاخوه في البلديات. نعم. الثانيه.